تاج عيد نعرفوه باللي تظهر في تقدم في العمر، وهي راجعة إلى نقص في الكولاجين والإيلاستين اللي تجي في البشرة. تقدر تجي تاني من التوتر، من القلق، من بعض الحالات الصحية، ولا من التعرض للأشعة فوق البنفسجية. اليوم احنا هضر لكم على واحد الوصفة اللي هي تاع اللبان الذكر. دونك اللبان الذكر هذا هو تلقاوه عند العشاب. لبان الذكر مستخرج من شجرة البوسويلية واسمها، هي تستخرج منه مادة صمغية تكون بيضاء وسائلة، ومن بعدك ينشفوها وتولي هكا، ومن بعد يستعملوها للعلاجات ولا للتجميل. عندها بزاف خصائص وبزاف فوائد، اليوم حنا نهضروا نبرزوا فيها غير في التجاعيد، اللي هي راح تنقص من التجاعيد، راح تقشر البشرة من الخلايا الميتة. تاني وش تدير؟ تعاود تجدد الخلايا وتنحي تتخلص من الحب الشباب وكل هذوك الكدمات والندبات اللي تجي على البشره. دونك نعطي لكم الوصفه الاولى. ديجا من هذا المنبر نشكر بزاف اللي عطات لي هذه الوصفه، اللي هي مريم من قسنطينه، قالت لي ديريها وتفكريني، عندي 3 شهور وانا نديرها وتفكرتك وما نسيتكش. ان شاء الله انتم كي تسيوها ديروها وتتفكروني. الوغ تحكموا زوج مغارف كبار تاع لبان الذكر. انا واش درت؟ درتو في الماء، نخليه يبات 24 ساعه. غد من ذاك تحكمي هذاك الماء، تحطيه يسخن وتخلطيه شويه. كي تكملي تخلطيه تزيدي له مغرفه كبيره تاع نشا. دونك اذا حبيتي يكون سائل ما تزيديش بزاف من نشا، واذا حبيتيه يكون على شكل كريمي زيدي شويه نشا. كي يبرد كامل ديري 3 حبات فيتامين او. لا فيتامين او مليحه بزاف للتجاعيد وللبشره، هايله بزاف. دونك كيفاش يجيك هذا الخليط؟ يولي لك كما انا، شوفي نحطه في باطا هكذايا ويولي على شكل اون كريم هكذايا، يكون ويولي هكذايا. دونك هذايا كي ديريه على البشره تاعك واش راح يدير؟ راح يشدها، راح يشدها تولي يابسه بزاف. دونك نتوما واش ديروا قبل كل شيء باش تشوفوا الا ما عندكمش حساسيه ولا احمرار؟ سيوها في جزء، ديروا اختبار صغير في البشره باش تقدروا ديروها كامل، خاطر البشره الجافه تحرقها شويه. دونك يا حويش يدير راح ينشف، وكي ينشف ماذا بك ما ديريش حتى دي جيست ولا دي غريماس باش يقعد مليح، قعدي به حتى ينشف كامل وغسليه. موراها جوست ابخي ديري زيت تاع اللوز ولا اون كريم هيدغاتونت، لاخاطش حينشف شويه بصح وشنو حيعالج بزاف 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 للتجاعيد وحينقص منهم بزاف.